في تقرير مختلف، داليا حسين صبري بدأت إعاقتها منذ ولادتها نتيجة خطأ طبي أثناء وضعها بالخداج، حيث حدث تلف بالشبكية أدى إلى ضعف شديد بالنظر. ورغم ذلك بدأ الطموح عند داليا ودرست الموسيقى وحصلت على درجة الدكتوراه في الموسيقى. اسمي داليا صبري حسين، أستاذ مساعد في كلية الفنون وعمري 30 سنة. الإعاقة بلشت معي من ولادتي، لأنه أنا انولدت شهر 7 ونتيجة خطأ طبي أثناء وضعي في الحاضنة في الخداج صار معي انفصال جزئي بالشبكية أدى إلى ضعف نظر شديد. كانت تحكي لي والدتي إنه ما كنت كثير أتابعها بصرياً بحركاتها أو ما كنت أنتبه على الأشياء البعيدة، فمن هون هي شكت، وبعد مراجعة الدكاترة عرفوا إن أنا صار معي تلف بالشبكية نتيجة الوضع الخاطئ اللي كان في الخداج. الموسيقى معي من أول من ولدت، فكنتيجة لفقداني جزء من حاسة البصر اتجهت أكثر لاستخدام حاسة السمع وتطويرها. فكنت من صغري من عمري تقريباً 6 شهور أحب الأصوات الحلوة، أي شيء ممكن يطلع صوت حلو سواء آلة موسيقية أو حتى آلات مش موسيقية مثلاً زي معالق، أدوات مطبخ، ما إلى ذلك أحب أنه أمسك وأضلني أجرب فيه حتى أطلع منه صوت. وكانت الموسيقى جزء لا يتجزأ من حياتي سواء في مرحلة الدراسة الابتدائية أو حتى في الثانوية لحد ما قررت أختارها كتخصص في الجامعة.